الحر البالغ تعطيني الجروب. إذن متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بحيث فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء الأحد 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص واللي كان موقوف في قضية زجرية، وذلك بعدما قفز من نافذة مكتب للأبحاث في مصلحة للشرطة القضائية. وكانت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن مرسلطة الفداء بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت شخصا في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرة لشخص يشتبه في تعاطيه المخدرات، وعند إخضاعهما لإجراءات البحث بمقر الشرطة القضائية عمد هذا الأخير إلى القفز من نافذة مكتب الأبحاث مما تسبب في وفاته متأثرا بجروح بليغة خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف. وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن تشريح الطبي في وقت باشرت فيه الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. إذن متتبعينا الكرام، على المباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف قفز من نافذة مكتب للأبحاث تسبب في وفاته، بحيث فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء الأحد 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف في قضية زجرية، وذلك بعدما قفز من نافذة مكتب للأبحاث في مصلحة للشرطة القضائية. وكانت فرقة مكافحة مخدرات بمنطقة أمن مرسلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت شخصا في حالة تلبس بترويج مخدر الشراء لشخص يشتبه في تعاطيه المخدرات، وعند إخضاعهما لإجراءات البحث بمقر الشرطة القضائية عمد هذا الأخير إلى القفز من نافذة مكتب الأبحاث مما تسبب في وفاته متأثرا بجروح بليغة خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف. وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي في وقت باشرت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.